الو السلام عليكم الاخوان. الجديد هو انه الناس وصلوا بلي كونفوكاسيون دو كونكور ابيزا دابا شويه، دونك تقدروا باش تعرفوا راسكم واش فوزيت ادميسيبل كونكور ابيزا تدخلوا لو ليان فين تسجلتوا، غادي تيليشارجي الكونفوكاسيون ديالكم. لو كونكور ان شاء الله غادي يكون نهار الاحد 100% ان شاء الله، غادي يكون ان تيست اورال. دونك كنجدد بوعلي اكاديمي هي لا ريفيرونس ليماج دو كاليتي بور بريباراسيون كونكور ابيزا على ليشين ناسيونال. العام فات وصلنا ل 50 ايتوديون من اصل 60 واحد نجحوا معنا. سي فوتغ توغ، الا كنتي ان بارون الا كنتي ليتوديون لي tu vas passer le concours inchallah, c'est votre occasion. Contactez-nous sur Instagram, sur WhatsApp, les gens qui ont fait la description pour réussir le concours. Et donc, c'est les vidéos kafin. C'est les vidéos inchallah kafin pour j'ai le concours. Tu peux te faire une seule journée de journée, ça dépend. Ou donc si les gens tu fais maintenant ou les gens tu prends le concours inchallah, ou le frais c'est assez c'est symbolique, 500 dirhams y inclus. La préparation florale, donc une fois que j'ai fait l'écrit, préparer ma inchallah l'oral, donc rien qui lui de 500 dirhams. Donc inchallah غادي نتسناو لي ميساج ديالكم. مرحبا، غادي نخلي لكم في لافان ديال هاد الفيديو لي تيمونياج ديالنا ديال لي ستوديون نجحوا معنا العام فايت العام اللي قبل والعام اللي قبل منه، باش تعرفوا حنا سي كو عندنا اون ايماج دو كاليتي بيان سور. ومرحبا بكم، سي ان شاء الله فوتغ تور ان شاء الله ديتر ابيزيست لاني بروشين. السلام عليكم، جو سوي صهيب سارة ان نوفو ريان دو لي افي، وهاد لو ريزولتا ما جاش غير هكاك، جا اترافيغ الخدمة بفضل بوعلي اكاديمي ومن هاد المنبر كنبغي نشكر مسيو زكريا ومسيو محسن بزاف حيت عاونونا بزاف وعطاونا بزاف ديال الحوايج اللي خلاونا ندخلو مرتاحين للكونكور. و بالنسبة لكيفاش عرفت هاد لافورماسيون، كنت كنقلب على دي فيديو في يوتيوب ولقيت مسيو زكريا نعرف 10 الاسئلة ونجاوب عليهم بلا ما نفكر. وبالنسبه للكونكور اورال حتى هو ان جور ديال بريباراسيون كان كافي باش ندوزو مزيان. بوالي اكاديمي نفعتنا بزاف هاد لا فورماسيون، كنبغي نشكرهم بزاف حيت تعذبوا معنا صراحه، واخا عطاونا بزاف. والنصيحه ديالي ليكم وانكم تثقوا في ريوسكم وتثقوا في مسيو محسن ومسيو زكريا، حيت غيعطيكم بزاف ديال الحوايج اللي غتخليكم تدخلوا مرتاحين وغتخدموا مزيان. وشكرا لكم وواحد الموفق. Salam alaikum, معكم Anas Nid Taleb. Cette année, j'ai réussi le concours de la PESA. Juste avant 3 jours, le concours, j'ai la chaîne Bouali Academy sur YouTube, j'ai fait l'inscription en main. Et 3 jours, alhamdoulilah, كانت كافية بالنسبة ليا لأن la formation كانت très riche ou très efficace. Là, les informations, les astuces, les trucs, خدمة نقية صراحة. كنشكر بزاف Bouali Academy على المجهود اللي داروا معنا، وكنتمنى لهم التوفيق وشكرا.